بعد أن تجاوز عدد الأمريكيين الذين يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل يومي 2.5 مليون شخص، بدأت هذه الأعداد تشهد تراجعاً لافتاً مقارنة بالأسابيع الماضية، أمر دفع عدة ولايات لإطلاق مبادرات بعضها حكومي وبعضها خاص للتشجيع على تلقي اللقاح عن طريق تقديم منتجات أو خدمات مجانية. أعتقد أن هذه المبادرات ضرورية، لكنها لن تنفع مع أولئك المعارضين بشكل تام لأخذ اللقاح، إلا أن هذه الحوافز ستكون مفيدة مع فئة المترددين، كما أن سهولة الوصول إلى اللقاح والعدالة في توزيعه أمران هامان. في المقابل هناك من شكك في أخلاقية مثل هذا الأسلوب ومدى نجاعته. Yes. هذه تبدو رشوة. إذا كان الناس يريدون العودة لحياتهم وللمتاجر أن تفتح أبوابها، عليهم أن يظهروا الرغبة في الحصول على اللقاح من غير حوافز. آخرون أكدوا أن أسلوب المكافآت يبدو ملائماً لتسريع وتيرة تلقي اللقاح، خاصة مع وصول نسبة البالغين الأمريكيين الحاصلين عليه إلى 50%، وتطلع نحو نسبة أعلى للوصول إلى ما بات يعرف بمناعة القطيع. هذا أقل ما يمكن لأصحاب الأعمال أن يقوموا به للعودة مجددا، خاصة الموظفين والعاملين في الصفوف الأمامية منذ بداية الوباء. لا أعتقد أن هذه المبادرات تمثل رشوة. إن وضع حوافز لتشجيع سلوك معين أمر يستحق المحاولة. هذه المحاولات أتت للرد على الشائعات المضادة للقاحات، والتي ذهب بعضها إلى حد الإدعاء بأن بعض الأشخاص يتم حقنهم بشرائح إلكترونية. عبر إبراز بطاقة اللقاح هذه يمكن للأمريكيين أن يحصلوا على كعكة محلات واحدة مجاناً وبشكل يومي لبقية العام، وهي وسيلة ضمن وسائل متعددة للبحث عن طرق مبتكرة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة لتشجيع ما تبقى من المترددين للحصول على لقاح كورونا في محاولة لإعادة الحياة إلى شكلها الطبيعي الغائب منذ قرابة العام ونصف. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.